مثل ما هم بحاجة لي أنا كمان كنت بحاجة لهم، هم بحاجة كأم وأنا بحاجة كنت للأمومة. قلت له أنا مش جاي مشان فلوس، أنا جاي لكلمة ماما، كلمة ماما هي اللي جابتني. اليوم رح نسمع من أم، مش الأم يلي بتخلف ولكن الأم يلي بتربي، فاطمة النجار. أمي اتخذت قرار بسنة 84 غير لها حياتها وغير حياة 19 ولد وبنت، أنا واحد منهم. أنا سليم سلامة، بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا، ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. بيوم عادي مثل كل هالأيام كانت فاطمة عم تقرأ الجريدة، فجأة لمحت إعلان مختلف عن كل الإعلانات اللي مرقوا عليها، إعلان بخصها كتير وكأنه موجه إلها. يعني أنا وقت ما قرأت الخبر ما كنت أتوقع إنه في وظيفة لأم، يعني صرت أتساءل بيني وبين نفسي شو يعني، إنه أنا فكرت إنه يعني أقعد زي رعاية في بيوت والأهل مش قادرين يقوموا في الأولاد الصغار، بدهم أم بديلة يعني إنها تقوم في الأولاد. ما كنت أفكر إنه في جمعية كبيرة وبتحتضن هذول الأولاد وطالبين أم بديلة يعني لكل عدد معين من الأطفال. الإعلان كان منشور من قبل جمعية قرى الأطفال SOS اللي بتحتضن أطفال توفوا أهاليهم وبالتالي صاروا أيتام، وأطفال تانيين ما بيعرفوا مين أهاليهم. كانت الجمعية بهداك الوقت عم بتبلش تتأسس بعمان، وعشان هيك كانت عم تبحث عن موظفات بيقوموا بعمل الأم. وبس شفت الخبر شدني، لأني أنا بنفسي الأمومة كانت يعني أنا في دم الأمومة، مربي إخواني ومربي خواتي وإشي وفي دمي هاي الإشي. استعجلت إني أنا إني أتقدم لهالوظيفة هاي لحتى أشوف شو هي. بعمر 12 سنة نزحت أمي وأهلها على الأردن من فلسطين، وكانت هي أكبر إخوانها وإخواتها. بعد فترة قصيرة طلع أبوها على الكويت ليشتغل هناك، وصارت هي إيد أمها اليمين تربية إخوانها وإخواتها اللي كانوا عايشين بمحافظة الزرقاء. وبس صارت بعمر بسمح لها تشتغل وقفت تعليم وبلشت شغل، وصارت تتحمل مصاريف البيت مع أبوها يلي كان يبعث مصاري من الغربة. بما أنه العيلة كانت معتمدة على فاطمة بشكل رئيسي لتغطية مصاريف البيت، اضطرت أنها تخلي الشغل أولوية على حياتها. ولأنه بمجتمعنا الزواج والإنجاب عادة بيأثروا سلباً على شغل المرأة وبيهددوا دورها المهني، اعتبرت فاطمة أنه الزواج مش مكتوب لإلها، فاشتغلت بالخياطة من عمر 17 وظلت بنفس المهنة 15 سنة لحد ما قررت أنها تتقدم على وظيفة الأم بالقرية لما كان عمرها 32 سنة. كنت أسعد إنسانة بالدنيا إنهم أهلي وافقوا، ورغم إنه مجتمعنا كان صعب في هذيك اللحظة وأهلي وافقوا. معجزة كانت لأنهم أهلي ما كانوش يسمحوا لي أنام عند أختي، صرت مسؤولة عن نفسي، مسؤولة عن بيت، مسؤولة عن أطفال. وهيك خلال سنة انقلبت حياتي، كياني كله انقلب، من حدا مسؤول عني صرت أنا مسؤولة وما حد يقوله سلطة علي. بيتي حرة فيه، حياتي حرة فيها، مالكة نفسي سعيدة، حسيت باستقلالية تامة، يعني كنت طايرة من الفرحة. اليوم الزرقاء من أقرب المدن لعمان، بس بوقتها كانت المسافة كبيرة. المخيطة يلي كانت تشتغل فيها أمي كانت بجبل الحسين، ويمكن هذا واحد من الأسباب يلي سهل على أهلها إنهم يوافقوا. بالأردن في 3 قرى SOS، والقرية اللي اشتغلت وعاشت فيها أمي كانت أول قرية بتتأسس بسنة 84 بعمان. القرية بتحتوي على 12 بيت، والقرية نفسها بتتحمل تكاليف البيت ومصاريف الأطفال بما يشمل المدارس والأكل والنشاطات وأشياء كتير تانية. أما الأم فإلها راتب مخصص منفصل تماماً عن هاي المصاريف. عند التعيين جزء من النساء اللي بتقدموا للوظيفة بتم تعيينهم أمهات على طول، والجزء الثاني بتم تعيينهم كخالات. الخالة بتكون بديلة للأم أثناء غيابها، يعني مسؤوليتها محدودة،
على عكس الأم اللي بتتحمل مسؤولية كاملة عن الأولاد. وقت ما ندى المدير بيقول إحنا موافقين عليك، ثم أنا موافقة على طول. قال لي شو بدك أم ولا خالي؟ قلت طبعا أم. قال لي طيب ليش بدك أم؟ طب أنت عندك وظيفة، شو جابك هون؟ عندك وظيفة منيحة وراتبك كويس. قلت له أنا مش جاي مشان فلوس، أنا جاي لكلمة ماما، كلمة ماما هي اللي جابتني لأني كنت بحاجة لهي الكلمة. جابوا لي أطفال صغار من سن الرضاعة، لا يعني ما كملت السنة كان عندي عدد 9. تفاجأت إنه دفعة واحدة صار عندي 9 أطفال مسؤولة عنهم، في أكلهم، في شربهم، في نومهم، في مرضهم، في لعبهم، في كل إشي. العاطفة كثير كانت عندي، بحر بحر عاطفة عندي تجاه أولادي. هذا اللي كان يثبتني لأولادي ولبيتي ويعطيني الحماس إني أقوم في بيتي. لما تأسست القرية كانت كل البيوت فاضية من الأطفال، وهالبيوت عبارة عن مساكن مستقلة، كل بيت فيهم مكون من 3 غرف نوم للأطفال وغرفة نوم للأم، وصالون وصالة ومطبخ وحمامين وحديقة. وبعد تعيين الأمهات بالبيوت بتبلش العيلة تكبر من 3 أطفال لـ5 لـ7 ولحد 9. وأول طفل بقول لي ماما، كتير كنت مبسوطة وهيك لا شعوريا صرت أطير زي الفراشة في البيت، أعطيهم الحنان وأعطيهم وأغذيهم وأطبخ، وشاعر إنه هذا بيتي، هاي أسرتي. كتير كنت مبسوطة ونشاطي زاد وحيويتي زادت وسعادتي زادت. الضحك اللي على وجهي هم سببها، قلبوا كياني، قلبوا حياتي. أنا نفسي أحس إني خلص كأني أنا اللي خلفتهم، وعلى الأساس كنت أتعامل معهم، وهم كانوا يشعروا في هذا الشيء. صاروا هم قريبين مني كتير، يعني عند ما بدي أطلع إجازة كنت أعمل 100 حيلة إذا بدي أروح أشوف أمي وأبوي لحتى أني أتركهم يوم. بالأخير صرت أطلب من أهلي هم يجوا لعندي مشان ما أبعد عن أولادي أنا، وكانوا يتعاملوا مع أولادي كأنهم أولادي عن جد أنا مخلفهم. الأمهات بالقرية ما كانوا من خلفية اجتماعية واحدة أو مطابقة، وبالرغم من أنه كلهم موجودين بنفس بيئة العمل، إلا أنه بعض الأمهات ما بيقدروا يدمجوا عائلاتهم الخارجية مع العيلة يلي عم يبنوها داخل القرية مثل ما عملت أمي. وهذا الإشي بيخلق تباين ما بين البيوت، وبيأثر حتى على مفهوم الأطفال عن المجتمع الخارجي. بعض أهالي الأمهات بيعتبروا أنه بناتهم عم بيقوموا بوظيفة التربية مش أكتر، يعني بيختزلوا دور الأم وبحجموا جهدها ومحبتها وعطائها ضمن إطار التربية فقط لغير. واحد من الأسباب اللي ممكن تقود لهذا النوع من الاختزال هو فقدان شرعية الأم. يعني مزبوط الأم بالقرية هي اللي بتربي الأولاد وبترعاهم وبتحميهم، ولكن قانونياً وشرعياً الأطفال غير منتسبين لإلها. ولأنه فاطمة مش أم شرعية والأطفال هم أطفال الدولة، كانت تضطر أمي تستقبل زيارات الأمهات بالمجتمع الخارجي ما بيضطروا يتعاملوا معاها. كان يجيني ضيوف كتير من الوزارة التنمية، من أي دائرة حكومية كمان ما أشوفهم هم عندي في البيت، ويلاقوا البيت جاهز، يعني يستغربوا إنهم هدول مش أولادي طبعاً، مش من مخلفهم. كانوا هم حتى الزوار يشعروا في الدفء عندي في البيت. إشي الوحيد اللي كان يتعبني وقت ما يجي الزوار على البيت أحس حالي مراقبة، طب أنا أولادي هدول وقايمة بواجبي تجاههم من دون ما حد يراقبني، بس هذا كان يتعب نفسيتي. يعني قايمة بواجبي وقايمة مع أولادي وقايمة في كل واجباتي، أنا مش اتجاه إني والله مشان الناس تراقبني، أنا في ضمير في عندي إني هذول أولادي وبعاملهم كأي أم حقيقية، مش والله كموظفة. أنا مش موظفة، ما كنت أحس حالي إني موظفة أصلا إلا وقت ما تيجي أي دائرة حكومية عندي، هنا أحس حالي أنا موظفة، تحبطني. بالرغم من أهمية زيارات التنمية الاجتماعية لمجتمع القرية، إلا أنه طبيعة هالزيارات هي يلي بتأثر على جوهر العلاقة. وبيبلشوا الأطفال يتساءلوا مين هدول الضيوف؟ وشو بدهم؟ وليه جايين؟ بتكتر الأسئلة وبتصير الأجوبة ضرورية.
أما الاصطدام الحقيقي مع واقعنا ببلش لما يقرب وقت التخرج. التخرج يعني انفصال الأطفال عن أمهاتهم بعمر 14 والتوجه للعيش بالمجتمع الخارجي ببيوت شباب وشابات. تخرج إخواننا الكبار هو يلي عرفنا أنه إحنا داخل جمعية وأنه أمنا هي مش أمنا اللي خلفتنا. بتذكر كتير منيح الفراغ اللي حسيت فيه لما أخواتي تنتين تخرجوا من البيت. طبعاً الصدمة هاي ما بتلغي فكرة أنه إحنا عائلة، لكنها بتثير تساؤلات حول افتراقنا الإجباري. التخرج بيصير لسببين رئيسيين. أول سبب أنه الأطفال لازم يبلشوا يعيشوا بالمجتمع الخارجي ويتم تهيئتهم فيه، وتاني سبب هو أنه شرعياً بتصير فكرة اندماج البنات والولاد داخل البيت الواحد بعد سن البلوغ مستهجنة، وبصير لابد من الفصل. سن تخرج 14، ابني 14 بده يتخرج. هاي المرحلة كانت صعبة علي، إنه ابني أنا يطلع بمرحلة هو بحاجة إلي، كانت صعبة على الطفل وصعبة علي أنا. طبعاً هو بده يترك أمه، بده يترك بيته اللي حاس فيه بالأمان، حاس فيه في الرعاية، حاس إنه أمه اللي في البيت، بده يطلع بيت ما بعرف فيه إشي. يعني بدي هيئه نفسياً لحتى كيف بده يتقبل الحياة خارج البيت. والبنات نفس الشيء بدهم يتخرجوا، كنت هيئ البنات لحتى مشان التخريج، وفي نفس الوقت كنت هيئ نفسي إنه جاييني بدالهم صغار. كمان بعد ما خرجت الكبير بده يجيني طفل صغير، هسا بدي أرجع كأني بنت 20 سنة، لأنه الطفل الصغير بده يعيش كمان زي ما عاش إخوانه، بده أتعامل معاه زي ما تعاملت مع إخوانه، أجسد حالي بشخصيتين. ويلي قلبي على الكبير اللي تخرج، وويلي قلبي على الطفل اللي بين إيدي. التخرج صعب كتير على الأم وعلى الأطفال اللي بيفقدوا فرد من عيلتهم فجأة وبعمر صغير، لكن الأم ما إلها خيار إلا أنها تكمل وترجع توقف على رجليها وتستقبل أطفال جداد بالبيت وترجع تلحم العيلة وتشكلها عن جديد. ومع أنه هالشي بيصير بالتدريج، إلا أنه بوقت معين بتوصل الأم لمرحلة بتكون استبدلت كل أطفالها القدام بأطفال جداد. بتذكر أنه آخر طفلي أجتني وأنا بعمر 50 سنة، عمرها 7 شهور. هانا ويلي أني أنا كبيرة، منظري قدام المجتمع الخارجي بنت 50 مخلفة ما بعرف شو طبيعة شغلي، ويلي إنه البنت كمان يعني، وبدي حط في بالي إنه بعد 55 سنة برضو بدي أتركها، لأنه سن تقاعد بيجيني أنا وبدي أتركها بكون عمرها 5 سنين. كيف بدي أتركها؟ لمين بدي أتركها؟ بحدا بيعتني فيها زيي؟ يا هل ترى؟ في هاي المرحلة كنت أمر في حالة صعبة جدا نفسيا وجسديا، وكل الضغوطات هاي داخلية تكون عندي أنا. مع أنه فاطمة خلقت من العيلتين عيلة واحدة ومن الجيلين روح واحدة، إلا أنه هي بنهاية المطاف بطبيعة الحال موظفة، ومثل ما إجا الوقت لأولادها أنهم يتخرجوا على عمر معين، إجا الوقت أنها هي كمان تطلع من البيت بسبب سن التقاعد، وعلى عمر 60 تركت القرية. أتقاعدت تركت بنتين، بنت كانت أكبر، بنت 13 سنة كانت، وبنت 10 سنين. وقت بتقاعدت قعدت عندي أولاد 2 إلي، كانوا يروحوا على شغلهم وأنا ضلي لحالي، وأنا متعودة على الحركة ومتعودة على الحياة، وفجأة لقيت حالي وحدانية وحيدة ما عندي أي شيء أعمله. أمي استأجرت بيت بجبل عمان لما تقاعدت، وعشنا فيه معاها أنا وأخوي. بقية إخواني وإخواتي اللي كانوا متخرجين كانوا مستقلين ببيوتهم قبل ما أمي تتقاعد، ومنهم متزوجين ومستقلين بحياتهم. أول فترة التقاعد كانت صعبة على أمي كتير، وكنت أشوف هذا الإشي بعيونها قدامي كل يوم. قعدت 30 سنة مع الأولاد في الجمعية، وبعدين بالأخير دفعة واحدة طلعت إني وحيدة، فيش حركة، فيش ضجة، هدوء كله، حياة مملة صارت.
بدل الحياة اللي كلها شغف وكلها حركة وكلها إشي، صبحت إني هدوء تام، هدوء قاتل بالنسبة لي. كانت مرحلة صعبة جدا علي وعلى نفسيتي، بس الحمد لله بإرادة ربنا قدرت أتخطى هاي العقوبة اللي كانت تواجهني، وصرت أروح أزور بنتي اللي بالجمعية، بناتي بنت منهم تخرجت كمان، رحت خرجتها أنا مشان أحسسها إني أنا بعدني بجنبها. قررت أمي إنها تستأجر بيت تاني بعمان بمنطقة أقرب على الجميع. فتحت قلنا كلنا رغم استنكار الناس، محيطها والمجتمع ما كان عندهم فكرة عن طبيعة حياتها بالبداية، لكنها فرضت طبيعة هالحياة على الجميع، وافتخرت بالإشي اللي بنته بحياتها. أصغر أخت إلي كانت نقطة ضعفها، لأنها كانت لساتها بالقرية لما أمي تقاعدت واضطرت تتركها مع أم تانية. تابعت بنتي عن قرب، خرجتها، وهلأ هي بتيجي عندي خميس على جمعة على سبت، بظني قريبة منها. هلأ أنا بعد ما كبروا والبنت كبرت هلأ وتخرجت وإشي ومستأجر بيت كبير، أنا خلص عندي برنامج حطيته عمشي لشان أولادي كمان كلهم يكونوا قريبين مني. حطيت برنامج إنه كل شهر أعمل عزومة للأولاد كلهم، لحتى برضو أخليهم هم من مع بعضهم حنوا مع بعض، إنهم إخوة أخوات، هدولة مفروض أظن يظلوا مقرب من بعض. بتصور حياتي لو ما خدتش هاي الطريق كان حياتي بائسة هلأ، لو ظليتني بدون ما أخطي هاي الخطوة المجتمع ما برحمني، كان اللي مش متجوزة 100 اسم إلها بصير، بده يهدها نفسيا وجسميا وعقليا، ممكن تنجن الواحدة من كلام الناس. بس الحمد لله اللي أنا قدرت أتخطى هاي الخطوة وعملت خطوتي هاي اللي بنجاح، يعني خطوة جريئة كانت، والحمد لله فزت فيها. كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، ومن الهندسة الصوتية ماهر ملاخ، ومن التحرير تالا العيسى. شارك بإنتاج الموسم الخامس من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنى قزاز. بحلقتنا اليوم سمعنا من أم عاشت بالقرية. تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا من الأطفال أنفسهم وتعرفوا أكثر عن حياتهم بعد التخرج ورحلة البحث عن البيت والانفصال عن الأم والعيلة.